كان يعمل ايه عليه الصلاه والسلام؟ احيا ليله، فاحيا الليل كله وايقظ اهله صلى الله عليه وسلم وشد مئزره. شد مئزره اما ان يكون كنايه عن اعتزال النساء، واما ده دليل على الجد والاجتهاد في الطاعه والتعبد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان سيدنا النبي له احوال كما يقول ابن رجب عليه رحمه الله في اللطائف، يقول ايه؟ يقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للانسان ان هو يغتسل بين الاذانين، بين العشاء، بين المغرب والعشاء، عشان يبدا ايه؟ يفوق لليله دي، يفوق. والحاجه الثانيه، ويستحب للانسان ان يتعطر. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يجيبوا كده، يقوموا يلبسوا احسن الثياب، ياخدوا شاور وبعدين يلبسوا احسن الثياب وبعدين يتعطروا، يجيبوا الغاليه الحاجه اللي فيها العطر دي ويبداوا يتعطروا ويقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يؤخر طعام الفطور الى السحر صلى الله عليه وسلم، عشان ايه؟ يبقى نشيط وما ياكلش كتير، يعني ممكن يشرب مثلا على ياكل تمرايه كده وخلاص ويكتفي، ويبدا بقى يأخر كل ده الى وقت الايه؟ الى وقت السحر صلى الله عليه وسلم، ده في العشر الاواخر من رمضان. ابن رجب بيقول كده رحمه الله في لطائف المعارف. وكل ده ليه؟ كل ده عشان وكان بيعتكف النبي صلى الله عليه واله وسلم، اعتكاف اللي هو عكوف القلب على الله عز وجل. كان سيدنا النبي يضرب له خيمه كده في المسجد صلى الله عليه وسلم عشان يبدا يختلي بربه سبحانه وتعالى، مش قاعد في المسجد يتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويتكلم في الاحوال والغير الاحوال واهل البيت والدنيا عامله ايه، ويضيع ليالي رمضان. وكان سيدنا الامام الشافعي يقول يا استاذ دعاء: ويستحب أن يكون اجتهاد الإنسان في النهار كما في الليل. يعني يجتهد في النهار ويجتهد كمان فين؟ في الليل. لأن كتير من الناس ما بيجتهدش في النهار ويجي في الليل يبدأ يحاول أنه يجتهد ساعة ولا ساعتين ولا يصلي التراويح بس، ويظن أن هو ده الاجتهاد كويس. بس احنا محتاجين الافضل من كده، احنا محتاجين اللي احنا نكون اعلى من كده، احنا محتاجين مفيش حد يسبقنا. ان استطعت الا يسبقك احد الى الله فافعل، من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في الدنيا فالقها في ده. كل ده بتعمله ليه يا رسول الله؟ قال عشان ليله القدر. طب هو ليله القدر يا رسول الله يعني لما تجيلك انت هتستفاد ايه يا رسول الله؟ اولا الله يغير الاقدار في ليله القدر. تخيلي ربنا ممكن بيبدل حالك من حال الى احسن حال في ليله القدر، فانت يعني لابد اللي انت تلتمس وتتلمس وتتحرى ليله القدر. ايوه، من ضمن دعاء بندعي يا رب يغير احوالنا. هو كده كده يغير الأحوال. سبحانه وتعالى. طب ايه الدعاء اللي هخليه الجامع المانع؟ السيده عائشه كانت زكيه رضي الله عنها، اقول يا رسول الله يعني اقول اغفر لي، اقول استرني، اقول ايه بالظبط؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو، اللهم انك عفو تحب الايه؟ العفو، عفو عني، عفو تحب العفو. طيب ليه العفو؟ قال ابن القيم عليه رحمه الله قال: فاذا عفى الله عز وجل عن الانسان اعطاه الله مسالته دون ان يطلب. من غير ما تطلب رب خلاص، بعد كده خلاص تلاقي ربنا يروح مدي لك الايه؟ الحاجة اللي انت محتاجها، اللي انت بتفكر فيها الله عز وجل يعطيها لك. وأدام عفى الله عز وجل عن الإنسان معناه أن الله سبحانه رضي عنه سبحانه تبارك وتعالى، أن العبد ده خلاص بقى من عباد الله الصالحين، أن العبد ده خلاص بقى ورقة بيضة تماما بقى، فيبدأ بقى إيه؟ يحسن ويبدأ يتقي ربه تبارك وتعالى، ويبدأ يزود في الطاعة والإيمان بعد ذلك. نسأل الله أن نكون كذلك يا رب العالمين. يا رب. فقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو إيه؟ فاعفو عنه. وإنت بتدعي كده خلي كل ليلة دايما كده. أقول يا جماعة الدعاء فيه الإيثار للأثرة. يعني إيه الإيثار للأثرة؟ يعني أدعو لنفسك ولغيرك من الناس، أدعو لنفسك ولغيرك، أدعو لنفسك ولأمتك، أدعو لنفسك ولبلدك. أنا دايما أجي في صلاة التراويح كده أدعو للناس وأدعو لمصر، وبزود حاجة دلوقتي اللي هو النيل، أن يحفظ الله عز وجل على مصر نيلها. أيوة. دايما كده أقول إيه؟ اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، احفظ مصر من مكر كل ماكر وحسد كل حاسد ومن كل سوء وشر. أيوة. اللهم من أراد مصر وأهلها ونيلها بخير فوفقه لكل خير. أيوة. ومن أراد مصر وأهلها ونيلها بسوء فأرنا اللهم فيه عجائب قدراتك. فنسأل الله أن يحفظ مصر ونيلة. فهو الدعاء بيكون فيه الإثار للأثرة. أدعو لنفسك ولغيرك، أدعو لنفسك ولوطنك، أدعو لنفسك ولجميع من تحب، بأن يجعل الله عز وجل أمتنا وبلادنا
في الصدارة دائما وأبدا، وأن يجعلها في عزة ورفعة وتمكين، اللهم آمين. فده مهم جدا وإحنا بندعي. وإنت بتدعي الإيثار بقى يا شيخ أحمد، فأنت عشان كده ما تدعي تدعي لي والله بدعي، تدعي لي بتركيز والله. لا والله بدعي كل الليالي أدعو لك في السجود والله. الله يا شيخ أحمد ربنا يتقبل منك ويكرمك يا رب. يا رب أنا بدعو والله في ناس كتيرة في السجود يعني بالاسم يعني الحمد لله. نسأل الله أن يتقبل يا رب. أمين يا رب. سيدنا سفيان الثوري كان يقول والدعاء في ليلة القدر أحب إلي من الصلاة. الله. سيدنا سفيان الثوري يقول كده. صليت الحمد لله. أوه بقى إيه بقى. إحنا قلنا قبل كده الصبح بقى وقعد ادعي كده واستغفر أيوة. ودعي. إحنا قلنا كده، ما إحنا ممكن دلوقتي نعيد تاني الكلام ده قلناه في بداية كده الليالي العشر، إنه نعمل إيه يعني خمس حاجات اللي احنا قلناهم. يعني نقعد نصلي نقرا طيب نتعب احنا فنقعد فنكمل فنقرا قران فنقوم طيب تاني. انا هقول الخمس يعني هقول هقول الخمس حاجات تاني كده، اللي هو ان تدعو ربك بلسان ملائكي. ايوه. وانت بتدعي كده فتدعو لنفسك ولغيرك، الايثار ولا الاثره. أيوة. تدعي لنفسك بلسان ملائكي، فاذا ما دعوت لغيرك قال الملك ولك ايه ولك مسكي. بمثل، فتقول له يا رب نجحه ويقول لك وانت كمان. يا رب دخله الجنة وانت كمان. يا رب اعتق رقبتهم النار يقول له الملك وانت كمان. والله يستجيبوا لدعاء وتأمين الملائكة، فدي نقطة مهمة. الحاجة الثانية شوف فتش كده عن أفضل عمل من أعمالك تتوسل به إلى الله عز وجل، تحس فعلا أن العمل ده صادق عشان تتوسل. ثلاثة اللي دخلوا الغار واطبقت عليهم الصخرة قالوا طب عاوزين نعمل، فتوسلوا إلى الله كل واحد بعمل صالح، كل واحد بعمل صالح. وانت قول كده يا رب اللهم إن كنت قد فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. اللهم أعتق رقبتي من النار. اللهم إن كنت فعلت ذلك يا رب فاعف عني وعن والدي وعن كذا وعن كذا. وادعي بقى، ادعي ادعي لمن تريد ومن تحب. دي حاجة. الحاجة الثالثة اللي هو اجمع بين شرفين، بين شرف القرب من ربنا تبارك وتعالى وبين شرف قرب الله عز وجل منك. شرف القرب اللي هو تجمع بين الدعاء والصلاة، سيدنا سفيان والدعاء أحب إلي من الصلاة. أنا بقول لك بقى إيه، اجمع بين الاثنين، صلي واسجد وأطل السجود وادع ربك وأنت ساجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه هو إيه، هو ساجد فأكثره من الدعاء. سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام. ادعي بقى، ادعي كتير جدا، ادعي كتير جدا كما تحب من خير الدنيا والآخرة، بس بالله عليك ركز شوية على الآخرة. فإذا دعوت لنفسك بالآخرة وبطلب الآخرة أعتق الله الدنيا والآخرة معك. خلاص. وهقول كلام سيدنا الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله دلوقتي. يعني الحاجة الثالثة اللي هو يبقى ده الشرف الأول. الشرف الثاني اللي هو تدعي ربنا تبارك تعالى وانت ساجد وفي التلت الأخير من الليل، الساعة التي هي قبل الفجر، من بداية من الساعة 2 كده. طب بتدعي ايه بقى؟ يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من سائل فأعطيه، حتى يضيء الفجر أو حتى ينفجر الصبح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا هو الودود، مش ربنا قال لنا وهو الغفور الودود في سورة البروج، وهو الغفور الودود. العبد يعصي والرب يتودد إليه، العبد يسيء والرب يتودد إليه سبحانه تبارك وتعالى، فهو اللي يقول له ما تيجي بقى، ما تيجي يلا خلاص بقى، مش بكفاية كده، مش بكفاية كده، تعالى أغدق عليك من النعم. نعم أنت محتاج إيه؟ محتاج إيه من الدنيا ونعطيه، محتاج إيه من الآخرة، هل من سائل فإيه فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، هل من مستغفر فأغفر له، هل إلى أن ينفجر الصبح أو يضيء الصبح أو الفجر. الحاجة الرابعة اللي هو بعد التشهد بقى، بعد التشهد مش بتقول في العالمين إنك حميد مجيد، تستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن النار. أيوة. النبي قال لك ما تدعي بقى من خير الدنيا والآخرة، ادعي من خير الدنيا والآخرة. حاجة خمسة أستاذة دعاء، وانت بتدعي في الليل إن شوفي إن في الليل لساعة، إن في الليل إيه لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة. تاني إن في الليل إيه لساعة. طب بالله عليكي حد عارف الساعة دي إمتى؟ محدش عارف الساعة. فسيدنا الإمام النووي يقول والناس بقى المؤمن الذكي ان هو يتخير من كل ساعه، ما فيش ساعه تمر الا ويدعو الله فيها عشان لعله يصادف ايه، يصادف تلك الساعه او هذه الساعه. طيب ناخد